السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو هو تكملة عن الفيديو السابق اللي قلنا فيه استقبال التنبيهات بواسطة الأعضاء الحسية، والذي يقوم بترجمتها جهاز، وهو درسنا اليوم عن الجهاز العصبي. الجهاز العصبي هو نظام جسدي لمعالجة المعلومات والتواصل. يتلقى هذا الجهاز الرسائل فيعالجها، ثم يرسل إشارات إلى بقية الأجزاء الجسم ليخبرها بما ينبغي القيام به. يتكون من الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي المحيطي. الجهاز العصبي المركزي يتكون من الدماغ الذي يضم مخ، المخيخ، البصرة السيسائية، والنخاع الشوكي، وهو حبل يمتد في تجويف العمود الفقري. بالنسبة للجهاز العصبي المحيطي يتمثل في الأعصاب التي تربط الأعضاء بالمراكز العصبية، وهي نوعان: أعصاب دماغية ونقول قحفية، فهي تصدر من الدماغ، عددها 12 زوج. قلنا 12 زوج يعني الأعصاب يتمشوا بالثنائي، يعني واحد يمد الرسالة وزوج نتاعه يستقبل. يعني وكان نحسب كل عصب وحده نلقاو 24، يعني نضرب في 2 12 في 2 24، وبهذا عددها 12 زوج. ولدينا أيضا الأعصاب الشوكية نقول نخاعية، عددها 31 زوج، فهي تصدر من النخاع الشوكي. نبدأ بالبنية التشريحية للدماغ. يتواجد الدماغ داخل تجويف عظمي يدعى الجمجمة. أكبر جزء من الدماغ هو المخ، مقسم إلى نصفي كرة مخية، الأيمن والأيسر. الأيمن يتميز بذكاء عاطفي واجتماعي، يتحكم في جوانب الإبداع يعني الفن كمهارات الرسم. أما في الدماغ الأيسر فيتميز بأساليب التفكير المنطقي، ويتحكم غالبا في وظائف مثل الكلام، الكتابة، والرياضيات. نجد على المخ تلافيف مخية أو نقول شقوق مخية، بعضها غائر يعني عميق. لدينا شق رولاندو، شق قائم، شق سيليفيوس. هذه الشقوق تقسم القشرة المخية إلى عدة فصوص: الفصل الجبهي، الفصل الجداري، الفصل القفوي، والفصل الصدغي. الفصل الجبهي مسؤول عن العمليات الفكرية المعقدة كالتفكير، التركيز، حل المشاكل، التخطيط. الفصل الجداري مسؤول عن المعلومات الحسية كالحرارة، المذاق، اللمس، الحركة. الفصل الصدغي مسؤول عن معالجة الذكريات والمجامع المعلومات الحسية. أما الفصل القفوي فهو مسؤول عن الرؤية. الطبقة الخارجية للمخ تكون رقيقة، تدعى القشرة المخية، والتي تتكون من المادة الرمادية ومادة بيضاء للداخل. المخيخ هو جزء صغير من الدماغ، دوره تنسيق حركات الجسم. البصرة السيسائية هو أخفض جزء عند الدماغ، وهي حلقة وصل بين الدماغ والنخاع الشوكي، دورها التحكم بالقلب والتنفس والتقيؤ والحركة. النخاع الشوكي هو بنية طويلة تبدأ عند نهاية جذع الدماغ، ويستمر نزولا إلى الأسفل العمود الفقري. يتحكم النخاع الشوكي بحركة العضلات الإرادية واللا إرادية. الإرادية مثل التقاط ملعقة أو فتح باب، والحركات اللا إرادية تلك التي تتم دون وعي من الدماغ، مثل التحكم في معدل ضربات القلب،
السيطرة على وظائف الجسم كالتنفس وحركة الأمعاء. وهناك اختلاف بين الدماغ والنخاع الشوكي، بحيث كما قلنا سابقا في المخ تتموضع المادة الرمادية في القشرة المخية يعني في المحيط، أما المادة البيضاء فتتموضع في المركز، ولكن في النخاع الشوكي تتموضع المادة الرمادية في المركز، أما المادة البيضاء في المحيط يعني عكس الدماغ. تتم آلية انتقال الرسالة العصبية عبر العصبونات، وهذا ما سنرى في الفيديو القادم، وإلى اللقاء.